النادي الاهلي دايما مختلف، واحنا بنقول مختلف من اللي بنشوفه، مش بنقول مختلف وخلاص، حتى كمان مع اللعيبه اللي بتمشي، مع اللعيبه اللي بتنهي عقودها مع النادي الاهلي بالتراضي. موضوع مميز جدا في النادي الاهلي ان انت تمشي من النادي الاهلي وانت حبه. الموضوع ده كمان حصل معانا شخصيا، وقد ايه الواحد بيبقى فخور حتى لو قعد في النادي الاهلي يوم واحد بس، عشان بعض الناس اللي فهمهم بيبقى بطيء شويه او ما بيستوعبوش الكلام او حتى ما بيستوعبوش الاحداث، ما يعرفش يعني ايه نادي كبير قوي، ما يعرفش انت تدخل نادي كبير قوي، وبيوصف اللعيبه انهم ما وفقوش والنادي ما وفقش في الاختيارات. طبعا الكلام ده يعني بعيد قوي عن الاذهان اللي هي بتبقى صعبه التفكير او صعبه الفهم بصفه عامه. لكن اللعيبه في النادي الاهلي لو قعد يوم واحد بيكون فخور قوي ان هو قعد في النادي. كمان النادي ما بيجيبش اي لعيب، النادي الاهلي لما بيختار لعيب اكيد بيختار لعيب ليه مواصفات معينه، لعيب مميز جدا. عارفين طبعا اختيارات النادي الاهلي على مدار التاريخ، حتى لو انت رحت كلعيب وما قدرتش انت تنسجم مع اللعيبه او حصل مثلا اصابه ما رجعتش تاني ما عرفتش ترجع، المهم النادي ماشي وبينجح وانت بتنجح معاه، حتى لو ما لعبتش كوره او مثلا لعبت ماتش او ماتشين او لعبت حتى دقيقه، لكن انت بتنجح مع النادي والنادي اصلا ناجح. فاكيد طبعا كل الصفقات اللي بيجيبها النادي الاهلي بتكون صفقات ناجحه جدا، صفقات مميزه جدا، صفقات كل الانديه بتبقى بتحارب عليها، لكن هو الصفقه او اللعيب بيختار النادي الاهلي بمحض ارادته. عشان كده كل اللعيبه اللي بتروح النادي الاهلي وبتمشي دايما تلاقيهم بيقول لك احنا قضينا فتره عمرنا في النادي الاهلي، كنا سعداء جدا ان احنا انتمينا للنادي الاهلي حتى لو شهر او شهرين او سنه او سنتين، كنا يعني اسعد اللاعبين واحنا بنحصد البطولات في النادي الاهلي. ناس بيقولوا لي مثلا انا شخصيا قعدت في النادي الاهلي فتره قليله، انا قعدت في النادي الاهلي فتره قليله قوي قوي كمان، لكن تخيلوا خدت 5 بطولات مع النادي الاهلي في الفتره القليله انا قعدت فيها شخصيا في النادي الاهلي، خدت 2 دوري 2 سوبر وسوبر افريقيا. يعني الحمد لله والشكر لله. دايما اللعيب بيحمد ربنا اللي هو بيروح نادي كبير زي النادي الاهلي بيحقق له كل حاجه هو كلعيب، واكيد طبعا هو بيفيد النادي حتى لو بجزء بسيط جدا، حتى لو بشوط، حتى لو بباصه، حتى لو بفكره، حتى في التمرين. حتى يعني بصوا بنروح لابعد الحدود، اللعيبه وهي خارجه من النادي الاهلي دايما بيشيدوا بالفتره اللي قضوها في النادي الاهلي عكس ناس كتير قوي في العالم كله، عشان بس ما حدش يوصف كلامنا قوي يحطه في زاويه معينه، بتكلم في العموم. نادر قوي لما تلاقي نادي او لعيب ماشي من نادي ويقول لك انا زعلان قوي ان انا مشيت من نادي، انا قضيت احسن فترات حياتي في النادي ايا كان النادي، انا اتعاملت احسن معامله، انا الناس يعني ادوني كل حقوقي وكل مستحقاتي وماشي وانا زعلان قوي من النادي، كان نفسي ان اعمل اكتر من اللي انا عملته، لكن الفرص او بقى الحظ ما ساعدنيش، او كان في مكاني كام لعيب، او الاصابه، او ما عرفتش ارجع، او اسباب كتير جدا. لكن اللعيب دايما بيشيد بانتمائه للنادي الاهلي حتى لو يوم واحد. لو حضراتكم تابعتوا على السوشيال ميديا هتلاقي كل اللعيبه اللي مش النادي الاهلي عامله شكر النادي الاهلي على صفحاتهم الشخصيه، سواء على الفيسبوك او على انستجرام، ان هو بيشكر النادي الاهلي زي الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم منذ قليل. كمان النادي الاهلي على صفحته كرم كل اللعيبه واشاد بيهم واشاد بالفتره اللي هم قضوها داخل جدران النادي الاهلي، وقد ايه هم ما قصروش وادوا اللي عليهم وزياده كمان، زي ما انتم شايفين امام حضراتكم ده النجم الكبير عمرو بركات. عمرو بركات كان كل الاوقات اللي بينزل فيها كان بيقول انا لعيب كويس وكان بيجيب اهداف. لو تفتكروا البطوله العربيه كان عمرو بركات متالق فيها جدا وجاب اهداف مميزه جدا، لكن الدنيا ما بتمشيش ساعات مع اللعيب، او الحظ ما بيساعدوش، او لعيب تاني بيدخل ياخد مكانه، لكن هي دي حال كره القدم. كل اللعيبه اللي مشيت من النادي الاهلي يعني ده كمان اسلام محارب. اسلام محارب قد ايه قدم مع النادي الاهلي عروض مميزه جدا جدا جدا، وقد ايه كان بديل بينزل كان بيخلص مباريات. اسلام محارب من اللعيبه اللي انا بحبها شخصيا كمان، لعيب فعلا هو محارب ولعيب فعلا افاد النادي الاهلي، لكن زي ما بقول لحضراتكم الظروف، الظروف ساعات ما بتخدمش اللعيب او بتقف، او ربنا بيوجه اللعيب في اتجاه تاني خالص، ممكن يكون يروح نادي تاني يتالق فيه ويبدع فيه ويرجع برضه النادي الاهلي تاني. لكن النادي الاهلي كرم لاعبته، النادي الاهلي يعني حمودي شفناه منذ قليل برضه، حمودي من اللعيبه الحريفه قوي قوي، ممكن برضه ما انسجمش، الدنيا كانت صعبه، الظروف اللي نزل فيها كانت صعبه، لكن الجماهير النادي الاهلي دايما بتشيد باللعيبه، دايما بتشيد بكل لعيب، دايما عتاب الجماهير مش عتاب حد بيشتم او بيكره، بالعكس خالص. وانا اتكلمت في النقطه دي قبل كده تحديدا، جماهير النادي الاهلي تحديدا تحديدا دايما لما بيلومك او حتى بينتقدك بشده دايما هو خايف عليك وعايزك تكون احسن لعيب في العالم كله،
مش عشان انت في النادي الاهلي بس، هو انت خلاص انتميت ليه، بقى هو وانت حاجه واحده، خلاص هو بيدافع عنك بكل ما يملك. يعني لما ينتقدك هينتقدك بشده، لما يحبك هيحبك بشده، لما يشجعك بيموت عشان يشجعك. وانت شفت طبعا نماذج كتير جدا من الجماهير الاهلاويه، ان لم يكن كل الجماهير الاهلاويه. عشان كده بقول لكم وباكد تاني، النادي الاهلي مختلف في كل حاجه، في جماهيره، في ادارته، في ادارته كمان للملفات، في ادارته للصفقات، في ادارته للناس اللي ماشيه، حتى اللعيبه اللي ماشيه شفت حضراتكم. يعني مش عارف، احنا معانا صور للعيبه منزله على صفحاتها شكر، وان هم زعلانين قد ايه، هم زعلانين من النادي، من ان هم مشوا من النادي الاهلي، قد ايه هم كانوا عايزين فرص كمان، كانوا نفسهم ينتموا كمان اكتر واكتر. يعني اوكي شوفوها كده، نحاول ننزلها كمان علشان الناس اللي ما شافتش بوستات هؤلاء اللاعبين. كل الشكر لكل اللعيبه اللي لعبت النادي الاهلي، كل الشكر والتقدير على مجهودكم، ولكن الحمد لله على كل شيء. ان شاء الله ان شاء الله تتالقوا في انديتكم الجديده وترجعوا النادي الاهلي تاني احسن واحسن كمان.